مشاهدين الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. إذا مشاهدين الكرام، في هذا الفيديو إن شاء الله أختصه لكم كيف يتعامل دولارة بسيطة وسهلة العمل. فهو أخذ هذا الترسان، أقوم بغزله قليلا، ثم أقوم بالدوران فقط بهذه الطريقة، ثم أقوم بهذه العقدة. لا، ليست عقدة، إنما هي تلوية، تلوية على الترسان. ثم أضرب الغروزات وأتابع العمل، فدورة بعد دورة، ثم غرزة تابع غرزة حتى إنهاء هذه الدولارة العادية البسيطة. إذا المشاهدين الكرام، لدي عدد الدورات التي قمت بهذه الدولار البسيطة العادية، فهي دورة واحدة اثنان ثلاث، إذا وصلت إلى ثلاث دورات، والآن أحاول إكمال خمس دورات بهذا الترسان من السقلي. السقلي يعني أنا أقول الدوزيام، تسكلي الدوزيام، ليس البروميان أو السكلي الحر الصاري، فهذا السكلي عادي فقط يناسب لون السفيفة التي لدينا القطن، هذا اللون فهو يناسبه هذا السكلي، يعني نفس اللون السكلي. فالسكلي الأصفر يختلف كثير، لدينا العديد من السقلي الأصفر، العديد من الألوان، هناك السقلي الأصفر وهو لونه مثلا عسلي، وهناك السقلي الأصفر فاتح، والعديد من الألوان في السقلي الأصفر. فبالنسبة لعمل هذه الدولارات أو البليغات، يستحسن عمل البليغات أو الدولارات بالحرير ليساعد في الغروزات الخياطة. إذن حسب ما ترون معي، دورة ثم ضربتين أو ثلاثة بالإبرة. إذن ها هي، إذن كل دورة ولها ضربتين، كل دورة ولها
ضربتين، وحاول أن أوسع الضربات وحاول أن أوسع الضربات بالإبرة والخيط لإنهاء هذه الدولارة. إذن أعد حساب الدورات، لدينا 1 2 3 4 5. إذن وصلت إلى ختام هذه الدولارة البسيطة العادية السهلة. وإلى هنا أقوم بوضع عقدة في الخيط، ثم أقوم بتقطيع الترسان ثم الخيط. ها هي، إذن دولارة بسيطة سهلة، فهي دوران الترسان فقط. ها هو إذن، ها هم إذن مثل اللويزات، ها هم إذن. وأستمر عمل عمل الدولارات البسيطة، وأشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله ومع عمل آخر. شكرا لكم على المتابعة، مشاهدينا أشكركم على المتابعة، فلا تنسونا بالإعجاب بالفيديو إن أعجبكم، ولا تنسونا بأحلى تعليق. هذا بفضلكم وبفضل شجاعتكم لنا أن نستمر بنشر المزيد بفضله تعالى.